أنا أعتقد أن التجربة، متأكد تماما أن التجربة الإيرانية في العراق وفي لبنان وفي سوريا حتى في اليمن تجربة فاشلة اقتصاديا اجتماعيا حضاريا. اليوم العملات في هذه البلدان هاوية أو متهاوية، الاقتصاد متدهور، التضخم في أعلى معدلاته، البطالة في أعلى معدلاتها، الفساد حدث ولا حرج. إذن هؤلاء الإيرانيون هم يغطون الفساد والانهيار، وأعتقد إنهم هم يعني يريدون هذه الوضعية للشعوب العربية، لأنهم لا يستطيعون السيطرة على هذه المدن في أجواء صحية، لا يستطيعون السيطرة إلا في أجواء الفوضى وفي أجواء الانهيارات وفي أجواء الجوع والفقر. ولذلك هم يتعمدون إفقار الشعوب العربية وتجويعها من أجل إخضاعها. والعراق واضح أنه صوت ضد الفصائل والأحزاب الولائية التي تنقاد بصورة عمياء للخامنئي، وأعتقد أن الأمر لو تقام انتخابات في سوريا أو في لبنان أو في اليمن كذلك. إذن هناك الحقيقة تدهور في الوضع الشعبي لإيران في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة والعنف والإرهاب. هناك تراجع أو انهيارات اقتصادية، ولبنان أنصع صورة للانهيار بظل حكومة يقودها حزب الله. وأيضا هناك عزلة دبلوماسية، يعني صور إيران لبنان اللي كان منارة الشرق وسويسرا الشرق و يعني عاصمة الاستشفاء العربي وللتعليم العربي ومصارفه هي يعني تدير المال العربي في الشرق الأوسط. شوف اليوم الوضع في لبنان كله الحقيقة، وشوف العزلة التي يعيشها لبنان، عزلة دبلوماسية. طيب. وجيرانه العرب وخاصة الخليجيين والسعوديين، الخليج والجزيرة العربية بشكل عام يقاطعونه.